عصام يوسف. جبنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة الجامعات في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة جامعات يقدم اليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، ووزارة الشباب والرياضة. في الموسم السادس من العباقرة جامعات، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة جامعات حتساوي مبلغ نقدي. في المربع الذهبي كل نقطة ب20,000 جنيه، وحيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير القرى المصرية. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 27,390,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. النهاردة عندنا مباراة في المربع الذهبي. أول جامعة مشرفانا في الاستوديو اتهزموا في مباراة وكسبوا 3,625 نقطة إجابات صحيحة، تاني أعلى سكور في البطولة، بطل الموسم الأول والرابع والخامس، أعرق جامعة في مصر. نرحب كلنا بجامعة القاهرة. جامعة القاهرة هي أولى الجامعات المصرية، تأسست في 21 ديسمبر عام 1908 تحت اسم الجامعة المصرية، وأعيد تسميتها لاحقاً باسم جامعة فؤاد الأول ثم جامعة القاهرة بعد ثورة 23 يوليو. تضم كليات لا نظير لها في باقي الجامعات المصرية، يتم تصنيفها في العديد من التصنيفات العالمية ضمن قائمة أهم وأفضل الجامعات على مستوى العالم. هنمثل جامعة القاهرة في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4. جامعة القاهرة وجامعة طنطا جامعتين أقوياء وليهم تاريخ في برنامج العباقرة، والماتش النهاردة مش هيكون سهل وبإذن الله التوفيق يكون حليفنا. ماتش النهاردة مش سهل، وكمان أنا نازل فقرة تحت الضغط، إن شاء الله أقدر أجاوب على أكبر عدد من الأسئلة وأحسم الفقرة لصالح فريقنا ونقدر نتأهل للمباراة النهائية. مبسوطة إن النهاردة بنلعب سيمي فاينل، ومبسوطة إن إحنا قدرنا نجيب نقط كتيرة في الماتشات اللي فاتت، وإن شاء الله نقدر نساهم مع البنك الأهلي المصري في تنمية الخدمات المجتمعية. أهلي وأصحابي دايماً بيدعموني وهم مبسوطين إن إحنا وصلنا سيمي فاينل، إن شاء الله نقدر نوصل فاينل النهاردة وألعب رابع فاينل ليا وأكون قد ثقتهم. جامعة القاهرة الحمد لله على السلامة. السلام. ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. الوصول للمربع الذهبي. الله يبارك فيك. ازيك يا هبة؟ الحمد لله بخير. إحساسك إيه؟ هو أكيد الماتش هيكون صعب يعني. ده إحساسك؟ حافظة. أكيد الماتش هيبقى صعب. بس إحنا هنعمل اللي علينا وإحنا استعدينا كويس وربنا سهل. ازيك يا ربيع؟ ازي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله. جاي وجايب معاك جمهور كبير. دايما معايا والله كل الماتشات. ألتراس اكيد. فاطمة الزهراء زيك؟ الحمد لله كويس. البشوش احكي لي بقى. والله انا متحمسة ومترقبة جدا في الماتش. يعني مين اول حد بتكلميه تبلغيه احنا كسبنا؟ ايه يا ماما، يا ماما اول حد بيتصل بيا بعد ما بنخلص. يعني ايه بتتصل بيك؟ وبتبقى اتصلت اصلا واحنا لسه جوه، وبتفضل تتصل كل شويه. طب ما جبتيهاش معاكي ليه؟ كانت اسهل تيجي تقعد معانا هنا. ان شاء الله اجيبها في الفاينل. في الفاينل تمام ان شاء الله. ميدو جبت كام نقطه الماتش اللي فات؟ 90. انا حاسس ان محمد ربيع مدير اعمالك يعني. مش فاهم يعني. اصل انا بخلص الماتش يا كسبنا يا خسرنا، اي حاجه تانية انا ما اعرفش هي حصلت فين. الموسم ده هديك لقب ميدو المنقذ. الحمد لله. فعلا 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 رجعت القاهره الموسم اللي فات في النهائي ضد اسيوط وضد المنصوره. يعني بص الحقيقه الموسم ده كمان انت متالق ما شاء الله عليك. الحمد لله. جامعه القاهره اكون او لا اكون بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا جامعه القاهره. اما الجامعه الثانيه واللي مشرفانا في الاستوديو هم كمان اتهزموا في مباراة واحدة
وفازوا في 3 ماتشات 495 نقطة إجابات صحيحة. جامعة بطل الموسم الثاني والثالث، خير ممثل لوجه بحري. نرحب كلنا بجامعة طنطا. جامعة طنطا استقلت كجامعة في عام 1972 بعد أن كانت فرعاً لجامعة الإسكندرية منذ إنشائها بموجب القرار الجمهوري رقم 1486 لعام 1962. يعد عام 1972 عتبة فارقة في تاريخ جامعة طنطا بصدور القانون رقم 49 لعام 1972 الذي نص على إنشاء جامعة وسط الدلتا، ثم عدل الاسم لاحقاً عام 1973 ليكون جامعة طنطا. هيمثل جامعة طنطا في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4. لما اصحابي عرفوا ان احنا وصلنا للسيمي فاينل شجعونا كتير، واتمنى ان احنا نكسب النهارده عشان نقدر نفرحهم ونشرف جامعتنا. دي المشاركه الرابعه ليا في نص نهائي العباقره جامعات. اخر مرتين للاسف ما كناش موفقين وخسرنا، استعدينا بشكل اكبر المره دي، اتمنى ربنا يوفقنا ونقدر نوصل للفاينل الموسم ده. احنا بنقابل جامعه القاهره النهارده للمره الثالثه على التوالي في السيمي فاينل، ان شاء الله نكون موفقين ونكسب النهارده ونصعد للنهائي. مشاركتي ببرنامج العباقره استفدت منها بحاجات كتيره، خلتني اعرف ادور على المعلومه واعرف اجيب مصدرها الصحيح، وتعرفت على ناس جديده من كل محافظات مصر، وزودت ثقتي بنفسي. جامعة طنطا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه ده؟ منا بتضحك؟ بتبتسم؟ ايه اللي حصل؟ الحمد لله ان انا عشت وشفت اليوم ده. قولي يا منا بقى احساسك ايه؟ هو احنا متوترين شوية والماتش صعب، بس عشان الظروف اللي فيه صعبة شوية علينا كلنا لاننا كلنا في فاينل وكده، بس بنحاول نوازن يعني ما بين البرنامج والفاينل كده يعني. فاينل الامتحان ولا فاينل نهائي العباقرة؟ الاثنين، عايزين نوصل للاثنين بسرعة. عايز تكسب الاثنين. خلي بالك فاطمة الزهراء هتجيب مامتها في المباراة النهائية، معناها ان ماتش النهاردة بالنسبة لها تحصيل حاصل. معناها اللي هنيجي نشجع الفرقتين احنا. انا متفائلة، انا متفائلة. بص ميدو محامي بقى، عامل فيها محامي، مالكش دعوة. مش شغلتي. بعدين انت دايما بتقول هنكسب. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يا رب ان شاء الله. طبيعي، شايفة؟ شايفة الثقة؟ شادي ليك حق الرد، انت عندك طارين ودي مشكلة مش سهلة. يعني عندي طارين وهرد كمان، خليني ساكت احسن. انا جاي النهارده بكفني. ما نقدرش ننزل عيلة النويهي نرجعهم الجامعة تاني نعمل اي حاجة. حضرتك حاطط الرولز، لو تعرف تغيرها انا موافق. يلا. ثالث سيمي فاينل على التوالي القاهرة وطنطا. مش ممكن، كان الله في عونكم. الحمد لله. إسراء إحساسك إيه؟ وتقولي إيه لجامعة القاهرة؟ يعني إن شاء الله يعني التوفيق يكون معانا الموسم ده. إحنا لما فكرنا في الماتش ده فكرنا وحاولنا إحنا نشيل الضغوط من علينا، خاصة بعد آخر موسمين فكرنا في الماتش ده إنه خطوة بتفصلنا عن النهائي، وإن شاء الله إحنا محتاجين التوفيق في الماتش النهاردة عشان كان الظروف كانت صعبة شوية، بس إحنا لحد هذه اللحظة يعني إحنا عاملين اللي علينا من قبل كمان، مش من امبارح الأول، من فترة. فربنا إن شاء الله. بص الظروف صعبة على الكل، مش عليكم بس، ولكن الموسم ده مختلف شوية. يعني مفيش ولا فريق ما تهزمش، كله تهزم. وطبعا بعد ما أسيوط كسبت جامعة السويس بقى كله مهزوم، لأن السويس الوحيدة ما تهزمتش في ورا مباراة. فعشان كده أنا ممكن أتوقع أي حاجة ممكن تحصل. السويس كانت ممكن تخطف المباراة في آخر سؤال، يعني كان وارد الدنيا تتشقلب، وده ممكن يحصل النهارده، محدش عارف بالظبط. يعني ان شاء الله يكون التأهل من نصيبنا. جبت كام نقطه الماتش اللي فات؟ انا 50 تقريبا. محمد شادي جاب كام نقطه؟ 50 برضه. انتوا الاثنين افضل لاعب الماتش اللي فات، هيكون انتوا الاثنين. عبد الله ازيك يا عبد الله؟ الحمد لله بخير. عامل ايه؟ كله تمام. احكي لي بقى شعورك ايه؟ توتر شويه طبعا عشان الماتش صعب، لانه سيمي فاينال وبنلعب القاهره. والله يا عبد الله انت متوتر لو هتلعب في اي حاجه، يعني بص الديفولت بتاعك متوتر، فيعني ما تفرقش. الحقيقه الماتش اللي فات الحظ كان حالفكم. ده رايي. ده اول مره. ده اول مره الحظ كان حالفكم. اهم حاجه ان يعني التوفيق يبقى معاك، فهتمشي على الميه. مشيتوا على الميه فعلا. حرفيا يعني. طبعا النهارده نفسكم التوفيق يبقى معاك، محدش عارف. صح. بعدين انتوا جايين ومعاكم جمهور تقيل، معاكم عيلة النويهي، إسلام وعمر، ك
كانت ايه تعليماتهم قبل المباراه؟ قالوا لنا ما نتوترش يعني ونحاول ناخد الموضوع بهدوء اكتر وان شاء الله يعني ربنا يوفقك. الحقيقه انا بفتكر ماتشاتهم هما الاثنين ايام ما كانوا بيشاركوا معانا في الموسم الثاني والثالث، كانوا شاطرين جدا في حته الثبات الانفعالي. كمان اسامه البديوي وايمان، يعني كان عندنا اثنين ايمان مش ايمان واحد. بصوا ماتش النهارده صعب، لو قدرتوا تحافظوا على تركيزكم هيبقى اداؤكم كويس ومحدش عارف ممكن تخطفوا المباراه، ولكن هيعتمد على تركيزكم. الحظ ليه دور؟ طبعا ليه دور، ولكن اعملوا اللي عليكم. جامعة طنطا بتمنى لكم كل التوفيق. تحية كلنا جامعة طنطا. عباقرة الجامعات في الموسم السادس، 6 فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: ما هي وكالة الأنباء العربية التي اختصرها بالإنجليزية MENA؟ منى. وكالة أنباء الشرق الأوسط. وكالة أنباء الشرق الأوسط. محمد ربيع طبعاً إجابة صحيحة. اتأسست في ديسمبر 1955، أول وكالة أنباء إقليمية في الشرق الأوسط. جامعة القاهرة، من حقوقكم تختاروا مين اللي بتبتدي الأول. جامعة طنطا إن شاء الله. طنطا هتبتدوا الأول. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم 4 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. جامعة طنطا إمتى الجوكر؟ عارف والله. لسه مش عارفين. طيب تمام. جغرافيا، والسؤال هو: ما هي ثاني أكثر العواصم انخفاضاً عن مستوى سطح البحر في العالم؟ 3.5 متر تحت مستوى سطح البحر، فيها 96 كيلومتر من القنوات المائية. عشان كده التنقل فيها بالمراكب. سنغافورة. وفين؟ لا، بس الحقيقة سنغافورة ولا الأولى ولا الثانية. عبد الله، إجابة خاطئة. سنغافورة 9 متر فوق مستوى سطح البحر. أمستردام. الأولى باكو، الأولى باكو، والثانية أمستردام، والثالثة بورت فيلا. إجابة كاملة، 10 نقاط، إجابة صحيحة. برافو عليك يا ميدو. برافو عليك. 10 نقاط خطفتهم جامعة القاهرة من جامعة طنطا. جامعة القاهرة عندكم سؤال في الجغرافيا. ربيع، دوس على البزر، هتندم. لا لا لا، هتندم. سؤال سهل. انا بحب اندم. جغرافيا، والسؤال هو: احد بحار المحيط الاطلسي هو الوحيد الذي ليس له شريط ساحلي، فما هو البحر الوحيد اللي ملوش حدود بريه؟ اتسمى على اسم جنس من الأعشاب البحرية، بيقع بالكامل داخل المحيط، وأعمق نقطة فيه 7500 متر. بحر سرجاسو؟ أنا قلتلك هتندى، قلتلك هتندى. البحر ده موطن لجزيرة برمودا. برمودا. إجابة صحيحة. 10 نقاط لجامعة القاهرة، وكانوا ممكن يكونوا 20 نقطة، ولكن ميدو ما بيثقش فيا. النتيجة اتغيرت، 20 جامعة القاهرة. جامعة طنطا، سؤال في التاريخ. تاريخ، والسؤال هو: من هو أول إمبراطور تولى حكم المكسيك بعد استقلالها عام 1822؟ سنة 1821 عرض على إسبانيا إن هي تزوده بآلاف الجنود لقمع الثورة، وافقوا، ولما ده حصل اتحالف مع قائد الثوار وأعلن استقلال المكسيك عن إسبانيا. اتكون مجلس وصاية عن العرش
عمل انقلاب واعلن نفسه امبراطور. اجابتك ميراندا. اجابه خاطئه. لا، المعلومه اللي عندي ان هو ماكسيميليان الثاني اللي هو كان اخو فرانس جوزيف امبراطور النمسا. هو من اباطره المكسيك. أوه. ولكن مش اول امبراطور. اوكي، اجابه خاطئه. بعدها بعشر شهور انقلبوا عليه. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. ماكسيميليان الثالث، ماكسيميليان الأول، أوجستين دي أوتوربيدي، أوجستين الثاني. ماكسيميليان الأول؟ غالبا أوجستين. يعني أوجستين؟ أوجستين؟ أوجستين. أني واحد فيهم؟ الثاني. دي أوتر. لا الثاني. دي أوتوربيدي. دي أوتوربيدي. أكيد هو الأول. خسارة يا شادي، هارد لك. للأسف الشديد إجابة خاطئة. سافر وبعد كده رجع، اتقبض عليه وتم إعدامه بالرصاص. للأسف الشديد جامعة طنطا ناقص 5. جامعة القاهرة عندكم سؤال في التاريخ. تاريخ والسؤال هو: ما هي عاصمة الدولة الرستومية التي قامت بالجزائر في القرن الثامن الميلادي؟ ما هي عاصمة الدولة الرستومية؟ أول دولة استقلت عن الدولة العباسية. تهات. إجابة خاطئة. مؤسسها عبد الرحمن. تهرت. تهرت. إجابة صحيحة. تفرق. حكمت المغرب الأوسط من 776 لحد سقوطها سنة 909 على يد الدولة الفاطمية. هارد لك يا ميدو. معلش، 10 نقاط، 5 جامعة طنطا، 20 جامعة القاهرة. سؤال في الأدب تاخد جوكر. ملاش لازمة، مش عايز ريسك دلوقتي. لو راح منكم غالبا هيتجاوب في جامعة القاهرة. أدب والسؤال: يا أعمى هو ديوان لشاعر مصري معاصر، فمن هو؟ 12/2023 أول مرة ينشر ديوان مع دار نشر، مع إن ده الديوان التاسع للشاعر ده. لا تعتبوا على الشاعر حين يتخلف عن الحفلة، إنه مشغول بالمسبحة القادمة من أهم شعراء قصيدة النسر في الوطن العربي. عماد أبو صالح. عماد أبو صالح. جبت التخمينة دي منين؟ هو شفته، يعني أنا عارفاه وكان ليه ديوان شبه الاسم ده تقريبا، فمش متأكدة من الإجابة. عمود. إجابة صحيحة. برافو يا إسراء. فعلا عماد أبو صالح. 10 نقاط، 15. أنا انبسطت جدا. لا جامد. هو أنا عارفاه بس. يعني انبسطت جدا. أنا عارف الثمان دواوين التانيين. بجد؟ والله العظيم. مع ان ده اول ديوان يتنشر ليه مع دار نشر. كان دايما بينشر لنفسه، ولما يقابل حد يروح مديله الديوان هديه. او انا كنت ابحث عنه قريب يعني، فعشان كده تقريبا خدت بالي من الديوان. شاعر مهم جدا. النتيجه 15 جامعه طنطا، 20 جامعه القاهره. وحان ميعاد الجوكر. أدب والسؤال هو: من هو الصحفي المصري الراحل مؤلف كتاب أيام لها تاريخ؟ 12/1959 بيحكي عن أحداث سياسية وشخصيات تاريخية. زي سعد الزغلول وعدلي باشا. وإجابتك يا ميدو. مصطفى أمين. في إجابة؟ هو تقريبا يعني. يا نهار أبيض، يعني إجابة ميدو غلط. إجابة خاطئة. أسمع بقى الإجابة. أحمد بهاء الدين. إجابة صحيحة. أحمد بهاء الدين. برافو عليك. قرأ الكتاب بس كنت شاكة أحمد ولا محمد. أنا قرأ الكتاب. أشي النقطة، جامعة طنطا بتتقدم 35
جامعة طنطا، 20 جامعة القاهرة. جامعة طنطا؟ مفيش حاجة تانية. بحب أنا الجوكر الإجباري ده، علوم والسؤال هو: تم اكتشاف معدن الألكسندرايت أول مرة عام 1830 بإحدى السلاسل الجبلية الشهيرة، فما هي؟ يسمى حضر القياصرة والنبلاء، حجر كريم شديد الصلادة، ثانيتين منها. والله العظيم منها شخصيتها اتغيرت. شوف بقى، خدت على الأجواء وابتدت تدوس لك على البازر. إجابتك سلسلة جبال القلب. القلب هو كلات الإجابات مش عندنا. نعمل إيه؟ مش عندكم. محدش بيبقى عنده اجابات الاسئله دي خالص. طبعا يا شادي بعدت جدا، اجابه خاطئه. لو فكرتوا في اللي انا قلته احتمال تعرفوا تجاوبوا. اخد اجابه. سلسله جبال روكي. بعدت جدا. حجر القياصره والنبلاء، اجابه خاطئه. زائد 20 او ناقص 10. وحول معلومه بعد الاختيارات: الأورال، الإنديز، كاراكوم، القوقاز. على اسم قيصر روسيا. بص بقى، عايز أقول لك حاجة، أنا في رأيي ناقص 10 أحسن من زائد 20. ليه؟ لأن هم عندهم الإجابة. قدامك اختيارين، 50-50، ده في رأيي. القوقاز. صح ولا غلط؟ تقريباً. ما كنت بتحاولوا تخطفوا البازر ليه؟ كنت بتقولها الصراحة، بس كانت ريسك في الأول وفي الآخر. كنت هتقولي قوقاز. محظوظين. إجابة خاطئة. الأورال؟ طبعاً الأورال. هارد لك يا ربيع، هارد لك. جامعة القاهرة 10، جامعة طنطا 35. السؤال اللي جاي آخر سؤال في الفقرة، علوم والسؤال هو: يتم استخراج سم الريسين بشكل طبيعي من بذور أحد النباتات، فما هي؟ السم ده بيقدر يخترق خلايا الجسم ويقتلها من خلال منعها لتكوين البروتينات. 5 ثواني. فاطمة الزهراء من بذور نبات ايه؟ صبر. طبعا اجابه خاطئه. اخد اجابه حالا. مش عارفه. الصفصف. شادي طبعا اجابه خاطئه. 4 اختيارات بزائد 10 او ناقص 5. الخروع، الكتان، الخشخاش، الكنوة. كتان. ليه بتاخد الريسك؟ يعني بذور الكتان معروفة، فممكن احنا في بداية المباراة، بس احنا متأخرين. الكتان هتطلع سم ليه؟ ممكن، مين عارف. ربيع إجابة خاطئة. الخشخاش ولا لا؟ الخروع. تمام. جامعة القاهرة 5، جامعة طنطا 35. المباراة اتأزمت يا جامعة القاهرة. طبعاً لسه بدري، إحنا في بداية المباراة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 40 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب20,000 جنيه، بما يساوي 800,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.